البوابة هتبقى أحسن ليكوا ولا لما تكون مفتوحة؟ لا هتبقى أحسن، هنريح نفسنا من العربيات ومن وجع القلب. إيه بشارع عمومي؟ هو مش كان مقفول الأول من قبل الثورة؟ الثورة بقى كان وضع ودلوقتي وضع. الشارع ده مش كان للمشاة بس؟ كان للمشاة بس، كان مع أي حاجة. سمعت الدنيا بقى كده ماشية بقى. يعني أنت كتاجر مثلا في شارع المعز شايف إن قفله أحسن؟ مصلحة عربية؟ كل ما انت ماشي في الشارع مش هتبص على المحلات، ماشي على رجلك هتبص على المحلات، هتخش تشتري. هو اساسا معمول للمشاة بس، المشاة يعني. هو لما كان مقفول من سنتين كان العائد اللي بيجي لكم كعائد مادي؟ احنا كان ميت، كنا ميتين لما كان مقفول. لما كان مفتوح الشارع، لما كان مفتوح. لما ايام حسن لما كان مقفول كان العز كله. يا ريت ايام حسن ترجع تاني، يا ريت. يعني العربيات لما بتمشي في الشارع بتأثر على حركة البيع والشراء. الزبون واقف ومش عارف يقف حتى يتفرج على الحاجه. واقف اي عربيه ياخد بعض ويمشي، بس في حاجه ويمشي. والله العظيم ده وقف حال يا ابني، ده وقف حال. انت عايزه الشارع يبقى مقفول ولا يبقى العربيات تعدي فيه؟